أول يوم بالمدرسة. حاولت أمي أن توقظني من النوم، لكنني امتنعت. اضطرت أمي إلى حملي ووضعتني في الحمام أمام الصنبور. قامت هي بغسل وجهي ويدي وشعري، ثم حملتني إلى دولاب الملابس. ألبستني قميصي ومعطفي، أغلقت الأزرار، وعندما قامت بتصفيف شعري قبلتني فشكرتها. توجهت إلى حجرة الطعام. وضعت أمي أمامي كوب لبن وفطيرة وذهبت إلى حجرتها لترتدي ملابسها. شربت اللبن وسكبت بعضه على ملابسي. جرت سريعا إلى المطبخ وأحضرت فوطة ونظفت ملابسي، ثم أمسكت بيدي وأخذتني إلى المدرسة. في المدرسة كان كل شيء جميلا. دخلت المبنى فوجدت لوحات على الحائط وبالونات. كل المعلمات يبتسمن. حاولت معلمتي أن تأخذني، فلما رأيت بعض الأطفال يبكون، تمسكت بثياب أمي وقلت لها: لا تتركيني هنا. أخذتني المعلمة بحنان إلى داخل الفصل وقالت لي: أين تريد أن تجلس؟ اهتديت إلى ركن في الفصل حيث يجلس دب أبيض. أخذت مكاني بجانبه فقال لي: أهلا بالصديق الجديد، ما اسمك؟ اسمي إياد، وأنت ما اسمك؟ أنا دبدوب، هيا تفضل معي ننشد نشيد المدرسة. ومنذ ذلك اليوم أحببت مدرستي.